من بعد دخول الانترنت لعالمنا وسيطرته عليه بنسبة تجاوزت 90%، انتشر كتير مخاطر ومنها تهكير الحسابات على الفيسبوك، الانستغرام وتويتر، وكتير حالات شفناها ويمكن مرينا بشكل شخصي بهي القصة. لهيك صار في قانون اسمه الجريمة الإلكترونية يلي من خلاله ممكن نحاسب الشخص يلي أساء إلنا. معنا عبر السكايب مهندس الشبكات وسام درويشة لنحكي أكثر عن الهاكرز ونجاوب على أسئلة بتخطر ببالنا، مثل كيف نحمي حسابنا على السوشيال ميديا وكيف ممكن نعرف إذا حسابنا مخترق أو لا. أستاذ وسام أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. كيفك شو الأخبار؟ يعطيك العافية. تمام الحمد لله، يعطيكم العافية يا رب. يعافي قلبك. يسعد مساكم ومسا المشاهدين والمستمعين والكادر الفني كله، الله يعطيكم العافية يا رب. أستاذ وسام خلينا نعرف المشاهدين بداية شو يعني تهكير وشو بيصير بأثناء التهكير؟ بالنسبة لموضوع التهكير هو بصراحة يعني عالم، بس ولكن التهكير في نوعين. الهكر في عندك إما الاختراق اللي احنا بنسميه الأخلاقي أو الغير أخلاقي. شو الغاية من الاختراق؟ في بعض الأشخاص بيخترقوا عشان يشوفوا وين الثغرات الموجودة في الموقع، عشان يحكم على الشركة اللي هي تبعت الموقع ويحكوا لهم انه في عندكم هاي الثغرات 1-2-3 عشان تسكروها. وفي هذا اللي حكي نسميه الهاكر الأخلاقي، والهاكر الغير أخلاقي يلي هو بيدخل عشان يضرر المستخدمين، يضر بياناتهم، يسرق البيانات تبعتهم اما من حسابات او من بطاقات بنكية الى اخره. فنحن عندنا هدول من ناحية الانواع الهاكر. كتير منتعرض لتسجيل الخروج من جلسة الفيسبوك نحن وعم نتصفح الفيسبوك، هي دلالة على اختراق الحساب؟ وشو هي العلامات يلي ممكن تدلنا إذا الحساب مخترق أو لا؟ هلا هي ممكن نعتبرها نحن كدلالة، لأنه في بعض الأشخاص بيكون مثلا عنده معلومات عن الحساب من الإيميل الموجود على الجهاز، عشري على الحساب ومن ورقم التليفون، فهو بيكون عم يحاول يعمل انه انا نسيت كلمه المرور، وبيبعث له لينك على بيبعث له رقم او لينك على الجهاز الموجود فيه. فهو مجرد انه يضغط اللينك فبيطلع له انه عبي معلوماتك، لانه في حام يحاول حدا عم يخترق الحساب تبعه. فهو للاسف انه هذا يعتبر كجهل عن بعض الاشخاص، فبروح بيدخل معلوماته، بينما بيكون هذا الشخص اللي عم يحاول يهكر الحساب عم يدخل على الحساب تبعه بده يدخل بيانات تبعته من كلمه السر، من رقم التليفون، من الايميل. فهو بيكون زي حط له هي مصيدة، حط له الطعم بس عشان يدخل للحساب تبعه ويسرق له البيانات تبعته. أستاذ وسام، ربط حساب الفيسبوك مع حساب الانستغرام غلط أو لا؟ وممكن يعرضنا لخسارة الحسابين بحال تعرض حساب منهم للتهكير، مع العلم أنه شركة ميتا هي يلي بالأساس ربطت الحسابات مع بعضها. هلا في بعض الاحيان نحن اذا بنعرف شو نوع الحساب، هو حساب بزنس ولا حساب شخصي. الحساب البزنس اذا كنت رابطهم مع بعض وكنت عم تعمل حمله ترويجيه بس مش مطابق لمعايير الانستغرام او الفيسبوك او شركه ميتا نفس بشكل عام، فانت مجرد انك تعمل انتهاك لحقوق واحده منهم للحسابين بيطيروا معك، سواء كان انستغرام او فيسبوك. استاذ وسام خبرنا عن الربط يلي عملته شركه ميتا. الربط هو بيكون لنوعين من الحسابات، إما حساب شخصي أو حساب بزنس. الحساب الشخصي إذا كنت رابطهم وصار معك مشكلة بنفس الإنستغرام ما بتأثر معك على الفيسبوك، بينما إذا كان حساب بزنس وكنت رابط الحسابين مع بعض فإنه بهي الحالة ممكن يطيروا الحسابين مع بعض. شو السبب؟ ممكن تكون أنت عم تعمل حملة ترويجية فما كنت مطابق لمعايير الجودة تبعت شركة ميتافيرس، فبهي الحالة بيطيروا الحسابين معك سواء كان فيسبوك أو إنستغرام. طيب وبحالة هكر واحد منهم رح يطير الحساب أو لا؟ هسا بيطير بحالة إنه إذا كنت حاطط الكلمة يعني الحسابين عليهم نفس الكلمة. فنحن أغلب الأشخاص مثلا أنا حسابي على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى تويتر بيكونوا نفس كلمة السر، يعني مثلا أنا حسابي كلمة السر وسام 1-2-3 مثلا أو رقم تليفوني. فلهيك أنا دائما بحكي وبنوه نتجنب إنه نستخدم كلمات سر فيها اسمنا او رقم تليفوننا بهي الحالات، عشان لانه مجرد انه هو دخل على حساب واحد راح يطيروا كل الحسابات، بس لانه هو عامل كل الكلمات السر او الباسورد نفس الكلمه على كل الحسابات. طيب بحال وصلنا لينك عن طريق الماسنجر، كيف بقدر اعرف انه هو لينك تهكير او لينك طبيعي؟ هلا في مواقع بتعمل لك تيست للموقع لللينك هذا اللي وصلك، سواء وصلك على الماسنجر، انستغرام، رساله عاديه حسب. ففي انا عندي بقناتي بتليجرام حاطط اللينكات اللي هم كيف نفحص هاي اللينكات هل هي حقيقيه او فيك لينك.
شو الفكره من اللينك الفيك؟ هو بيكون مثلا عامل زي حمله ترويجيه انه مبروك ربحت معنا ايفون او سياره الى اخره، فانت بتدخل عشان تعبي بيانات تبعتك، بس اللي عليك تعبي بيانات اسمك، رقم تليفونك، الايميل تبعك والباسورد. فانت بس مجرد انك دخلت كلمه السر والباسورد والايميل، فهو راح صار عنده كل البيانات تبعته، وهيك بيكون طار الحساب تبعك عن طريق هذا اللينك. في اللينكات الثانيه هي انك مجرد انك انت تغطى عليها راح الحساب تبعك او راح للجهاز تبعك، سواء كان لابتوب او كمبيوتر او موبايل. طبعا على الايفون شوي النظام مطور اكثر، مش بسهوله انه تطير البيانات تبعت الجهاز غير الاندرويد. الاندرويد بيكون شوي اسهل لانه نظام الحمايه فيه اقل من الايفون. طيب بهي الحاله انا كيف ممكن اعرف انه هذا اللينك يلي فورا رح يهكر لي حسابي، كيف ممكن اعرف انه هو لينك تهكير؟ كيف ممكن نعرف؟ نحن طبعا اولا نحن يعني في صيغه محدده لللينك بيكون مثلا بتبلش بصيغه معينه؟ هم مش موضوع صيغه معينه، هلا ممكن ان احنا بنكون متاكدين من نوع الحمايه تبع الحساب. اللينك دائما بيكون HTTPS لازم يبدا، في بعض المواقع ما بتكون في نهايتها S، الS اللي هي من السكيورتي العالي. ففي بعض الاشخاص كمان بيكون مثلا عامله موقع www. مثلا زي نحكي الانستغرام، عامل انستغرام بدون الام دوت كوم، او عامل مثلا انستغرام بس بدون حرف الار دوت كوم. فانت بتشوف انت النظر يعني بتاخذ اول لمحه انه فكره زي هو الموقع الرسمي، انت مجرد انك ضغطت عليه فهذا هو ايميل فيك، يعني لينك فيك. فنحن بهي الحاله بناخذ اللينك بنعمل له كوبي بنروح بوديه على الموقع اللي رح ننزلكم اياه اسمه فيروس توتال، وفي مواقع ثانيه موجوده بقناه التليجرام، بتعمل بيست او لصق لللينك هذا وبتشيك عليه. طبعا في طريقه كامله وراح تنزل قريبا ان شاء الله فيديو فيه شرح كامل كيف نفحص ونعمل تيست للمواقع هي كلياتها. استاذ وسام، رح نفترض انه حساب الفيسبوك الخاص فيني تعرض للاختراق، فشو هي الاجراءات يلي لازم انا اعملها؟ طبعا احنا رح نوه اليوم على شغله اغلب الاشخاص توقع فيها يعني بتتواصل معي عشان هذا الموضوع. اولا بيكون حاطط ايميل كثير قديم وما بيعرف لا الباسورد تبعه ولا الرقم التليفون. الشغله الثانيه بيكون رقم تليفونه يعني مستخدمه من 10 سنين او من ايام طويله، وهو حاليا غير قادر على الوصول لحرك الخط. فنحن لما يتهكر الحساب تبعنا نيجي بدنا نتواصل مع شركه الفيسبوك او انستغرام او الشركه المعنيه، مرحبا يعطيكم العافيه انا عندي هذا الحساب تبعي وطار. فهم بيحكوا لك انه ابعث لنا الايميل، ابعث لنا المعلومات تبع هذا الايميل. فانا اذا ما عندي صلاحيه اوصل للايميل ولا عندي صلاحيه الرقم التليفون كثير قديم، فانا بهي الحاله ما بقدر اساعد انا وهذا الشخص، او حتى نفس الشركه المالكه ما بتقدر تساعد معه، لانه كمان في بعض الاشخاص بيكونوا مستخدمين اسماء مثلا زي نحكي، وهي اكثر الاشخاص بواجهها من بلدين هم سوريا والعراق، بيكون مثلا مسمين ياسمين الشام، طب انت وين الاسم تبع الشخص نفسه؟ انه بيطلبوا منك كمان احيانا الهويه الشخصيه، لما بتيجي تبعت الهويه الشخصيه انت ولا اي معلومه بتضبطك بالحساب، لا رقم التليفون ولا الايميل ولا اسم الحساب هو اسمك الشخصي. فبهي الحاله نحن نواجه صعوبه بهي ترجيع الحساب. بينما نحن قبل ما يطير الحساب لازم نكون مفعلين اول شيء ايميل صح، ثانيا رقم التليفون انا قادر اوصل له، الشغله الثالثه والاهم افعل خطوات التفعيل اللي هم التحقق بخطوتين، انه اي شخص بده يحاول يدخل على ايميلي او على الحساب تبعي بيبعث لي رساله نصيه او بيبعث لي على الايميل. هي يعني كثير نفعل المصادقه الثنائيه على الفيسبوك، المصادقه الثنائيه على الفيسبوك او على الانستغرام، وكل حاليا كل الشركات صارت معتمده المصادقه الثنائيه. استاذ وسام بدي اتشكرك على المعلومات اللي زودتنا فيها، واهلا وسهلا فيك ببرنامج استوديو تيك، شرفتنا. اهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم، يعطيكم العافيه انتم المستمعين والكادر الفني كامل. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك.